السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل الوطن العربي والناس اللي هتتفرج علينا النهارده في اللايف اللي اعتقد هيبقى غريب من نوعه شويه، ما تجربش قبل كده ونجرب نعمل حاجه مختلفه لامتاع الجمهور. هو اللايف ده معمول لامتاع الجمهور فقط، وطبعا انا طالع في وقت اللي هو اعتقد ان مفيش حد هيبقى موجود يتفرج علينا، بس انا ايه حبيت ان احنا نطلع نعمل اللايف ده نجرب عشان الاجواء اللي حاصله، الناس اللي عندها لغط كتير في حاجات كتيره جدا. احنا هنخرج بره النطاق، انا دايما بمشي بالمبدا ده اللي هو القافله ماشيه في الاتجاه ده، انا بقوم رايح اتجاه تاني خالص عشان اغير المود العام بالنسبه للناس اللي بتتابع كمال اجسام. ببقى دايما بشوف الحته البوزيتيف او الحته الايجابيه عشان خاطر نقدر نطلع نحسن الصوره ونقدر نمتع الناس ونخلي الناس كلها تبقى مبسوطه قد ايه ان هم بيتفرجوا على كمال اجسام. هعمل حاجه من نوعها لاول مره تحصل عندنا احنا، يعني اللي هي شغل المناظرات، الا وهو في طالع معايا اثنين من عمالقه لعبه كمال اجسام في الوطن العربي وهيطلعوا معانا احنا. طبعا انا كل الاحترام والتقدير ليهم، هما الاثنين قامتين كبار جدا، وفي نفس الوقت هطلب من الجمهور اللي بيتفرج علينا. انا عارف طبعا ان بيبقى فيه دايما جمهور متحيز للاعب او الفانز بتوعه او محبينه وكده. لو انا شفت التعليقات ماشيه في نطاق او مسار غير صحيح انا هقفل التعليقات، عشان بس ابقى صريح معاكم من البدايه. فاحنا عايزين ان الموضوع يبقى طالع بشكل جميل عشان هكمل مع كل اللعيبه اللي مشاركه في اولمبيا مصر. طبعا اول لما تفتح لازم تفتح بالاثنين المشاكسين اللي الوطن العربي كله بيحبهم، هيبقى معانا كابتن امبابي وهيبقى معانا كابتن جلال، هيبقى معانا كابتن جلال وهيبقى معانا كابتن امبابي، الاثنين موجودين معانا على اللايف وهنعمل مناظره ما بينهم على ماتش اولمبيا اللي خلاص كمان كام يوم. لحظه بقى ايه؟ طيب يا ريت كابتن امبابي وكابتن جلال تبعتوا لنا بس ريكويست او طلب عشان تطلعوا معايا في اللايف. امبابي وجلال، بص الناس كلها على طول مبسوطه، امبابي صباح الفل على كل الناس. طبعا تعليقات معلش ممكن في بعض التعليقات هتفلت مني لو ما بكون بتكلم معاهم، فمش عايزين حد يزعل، احنا ما بنتجاهلش حد، بنرد على الناس كلها، بس نحط في عين الاعتبار ان يكون معانا قامتين بالجمال ده سواء امبابي او جلال، فالواحد لازم يبقى مركز معاهم شويه. يا كابتن جلال تبعت ريكوست لحضرتك كمان. السلام عليكم ورحمة الله. هلا هلا هلا، السلام عليكم. ازيك يا كابتن امبابي؟ الحمد لله يا كابتن هاني، يا بنك يا جامد قوي 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 قوي. ربنا يخليك ربنا يخليك. انا عايز بس ان انت اخويا وصاحبي والكلام الكبير دوت، والله العظيم انا بحبك وحياة ربنا. تسلم لي تسلم لي، الله يرضى عليك. شغلك وبحب ادائك في العمل بتاعك واتقانك في العمل، ما شاء الله عليك، يعني بجد حاجة تشرف اقسم بالله. انا ربنا يرضى عليك. بقول ان انا صاحب هاني بينكو، حياة ربنا. ربنا يرضى عليك، دي شهادة اعتز بيها اقسم بالله، شهادة اعتز بيها، تسلم. بس وصل وصل وصل. ايوه بقى وشك نشف يا جلال، عقبال عضلاتك. طيب دلوقتي عشان نبقى متفقين، امبابي بطبعه مشاكس، جلال بطبعه مشاكس، والاثنين عندهم كل واحد فيهم عنده افيهات تغطي مصر كلها والوطن العربي، بس احنا هنتجنب الحاجات دي وهنتكلم ايه بقى شغل محترفين قوي. صباح الفل عليكم انتوا الاثنين مبدئيا. حبيبي يا بنتي صباح الفل. طيب جلال ازيك؟ ما سمعناش صوتك لغايه دلوقتي. حبيبي يا انه يا بومبا جلال خلاص جاي اخر اخره. دي سكرات المود دي ولا ايه؟ الناس بص حتى الناس اصلا كاتبه في التعليقات جلال جايب اخره. جلال ميت من الجوع. فعلا فعلا. طيب سريعا سريعا كده عايز اخد من كل واحد فيكم، ولما نيجي نتكلم مش عايزين حد يخش على التاني في الكلام بعد اذنكم، كل واحد ياخد الوقت بتاعه ويطرح فكرته وبعد كده التاني يتكلم. الكلام لكابتن جلال سريعا، جلال ايه احساسك باولمبيا انها بتتعمل في مصر؟ كلمني عن اولمبيا مصر سريعا في عجاله. والله انا اولا مبسوط جدا ان ماتش زي ده يتعمل في مصر. تاني حاجة انت عارف ان احنا يمكن اكتر اتنين ما لعبناش انا ومبابي بقالنا يمكن سنتين،
بنحاول نلعب، والفيز طبعا كل حاجة مأثرة علينا، بس إن البطولة دي تتعمل ده لوحده إنجاز، أنا مش هقدر أقول أكتر من كده. وعاوز أقولك إن المشاكل اللي حصلت اليومين اللي فاتوا دول كانوا مأثرين على نفسيتنا جامد. أنا خلاص، أنا قلت خلاص الموضوع مش هيتم، وكنت هاكل وهفتح. والله يعني عاوز اقول لك ان انا جايب اخري خلاص. فمستر اسلام طبعا راجل، يعني الراجل ده تعب، والناس اللي حواليه تعبوا جامد جدا عشان شاف ان احنا تعبانين، وشاف ان اللعيبه مجهزه من زمان وتعبانه، وان هو يفضل مسيطر ورا البطوله عشان تتعمل وخايف على اللعيبه دي لوحدها كفايه. حلو قوي الكلام ده. امبابي، وجهة نظرك في اولمبيا مصر بدون التطرق للاحداث اللي احنا محطوطين فيها، اولمبيا مصر نفسها، الماتش، الحدث نفسه، مالناش دعوه بالمشاكل بتاعت الماتش. حدث قوي جدا، لازم لازم بجد بجد من كل قلبنا نشكر حد زي مستر اسلام كورتام على مجهوداته بجد اللي بيعملها عشان اللعيبه وعشان اللعبه بدون اي مقابل وبدون اي عائد. بقولها تاني، بدون اي مقابل. والله يا جماعه، يعني ناس كتير بتسالني هو مستفاد ايه؟ هو عايز شباب مصر يقفوا على منصات عالميه محترفين نظهر فيها، لان هو شايف ومؤمن بينا ان احنا ممكن نقدم حاجه لبلدنا قويه جدا. فان هو يجيب اولمبيا مصر هوايه ومحترفين ومؤهل من الهوايه محترفين، دي حاجه بجد اول مره تحصل في تاريخ مصر وفي تاريخ كمال اجسام تحديدا في اللعبه دي. انا بقالي من 2010 في منتخب مصر لكمال اجسام، عمر ما حدث زي ده حصل، ولا بالتنظيم ده ولا بالجمال ده ولا بالاستقبال ده ولا كل اللي احنا شايفينه وكل الجمال اللي احنا شايفينها دي، عمرنا ما حسينا بيها. حتى لما بنسافر والله العظيم نهائي بطولة العالم بره مصر ما بيبقاش بنفس الشغف ده وبنفس الحلاوة دي. انا مبسوط وفرحان ان حاجة زي دي بتتعمل في بلدي، وفرحان ان انا هقف على ستيج زي دوت ما يقلش حاجة عن اولمبيا محترفين. فبجد شكرا مستر اسلام، شكرا على كل القائمين على العمل ده، بجد لازم نشكرهم، وان شاء الله هنظهر بمستوى مشرف يليق بالبطولة باذن الله. بإذن الله إن شاء الله كلكم تظهروا بمستوى فعلا يراضي الجمهور للتعب اللي احنا كنا فيه، لأن التعب اللي احنا فيه ده المرضية بتاعته هو مجهودكم على المسرح وإمتاع الجمهور، لأن الماتش في الآخر أنت عارف زيه زي الكورة، من غير جمهور أو من غير حماسة الجمهور بالنسبة للاعب العضلات بتطفي، فدي بتبقى مشكلة جامدة جدا، إن الناس بتبقى عايزة أو اللاعب بيبقى عايز حماسة من الجمهور. فعشان كده أنا قررت ان احنا نطلع نعمل المناظرات دي، طبعا مع عدم تخطي الخطوط الحمراء بالنسبه لكل واحد واحترامه وتقديره للشخص الاخر اللي معاه، وفي نفس الوقت الجمهور نفسه اللي معانا في اللايفات. زي ما انا نوهت في الاول، لو حسيت ان التعليقات ماشيه في نطاق مش لطيف هنقفل التعليقات ونكمل اللايف بتاعنا من غير تعليقات. ده الامر في ايديكم مش في ايديا خالص، انتوا اللي متحكمين في الامر ده. نبدا اول حاجه، انا عايز اسال جلال، ايه اللي فارق معاك في تحضير الماتش ده عن اي تحضير ماتش تاني؟ اللي فارق معايا كابتن جورج، ان انا ما بقلش من اي مدرب، انا كنت بجهز معاه طبعا. كابتن جورج يعني عاوز اقول لك عامل معايا حاجة حلوة قوي، اول مرة اشوفها. مهتم جدا، يعني انا مهما اتكلم بجد مش هقدر اديله حقه، لان الراجل ده فعلا احنا في اخر شهر، مش هقول لك اسبوع واسبوعين، لا اخر شهر، شهر ونص بفضل ازن على المدرب، وانا ما شفتش ليه، انا مش شايف تغيير. انا عاوز اقول لك ان الراجل ده واثق 1000000%، اول مره في حياتي اتعامل مع مدرب بيكون واثق 1000000%، بيقول لي هيحصل كذا يوم كذا، ايوه هنعمل بالظبط، كذا، الخطوه اللي بتلاقي جايه كذا صح. اتغير، فاهم؟ يعني مش شايل مني حتة القلق خالص، مالكش دعوة بحاجة، ما تفكرش، كل اللي عليك كل واتمرن ومالكش دعوة بحاجة، جسمك ده ما عدتش تبص ليه في المراية. قال لي كلمتين، قال لي انا اللعب بتاعي ببقى جاهز اخر اسبوعين بس. يعني ايه اخر اسبوعين يا عم؟ مفيش الكلام ده،
هو يعني انا من 4 اسابيع كنت عادي، هو كابتن انت مالك انت فاهم؟ فالثقة دي لوحدها، واهم حاجة عنده حافظ على صحتك ايوه يعني بقدر الامكان بيحافظ على صحة اي لاعب معاه قبل اي حاجة. ده اللي فرق معايا قوي، محافظة على الصحة، ووصلني لحاجة أنا ما شفتهاش قبل كده. وبإذن الله بإذن الله هظهر بحاجة كويسة أوي الناس ما شافتهاش قبل كده، أنا حلوة نفسي متفاجئ. كده كده كده. كابتن جلال كان بيتكلم عن كابتن جورج فرح، وانا كنت يعني وقفت مع جورج فرح واحنا في امريكا ودرسنا شويه عن تجهيزاته بالنسبه لجلال، وحتى بعتنا لجلال مقطع فيديو كده ان احنا هددنا جورج فرح ان احنا هنخطفه لو جلال ما كسبش امبابي او كابتن امبابي، عشان بس نبقى ماشيين بالاسلوب الشرعي. كابتن امبابي كابتن امبابي، كلمني عن انت جهزت لماتشات كتيره ولعبت اعتقد بطولات بعدد شعر دقني، معلش انا اسف عشان ما عنديش شعر فوق، فبعدد شعر دقني. ف ايه اللي يفرق اي ماتش انت لعبته عن الماتش ده وتجهيزك مع كابتن بودي؟ بجد فارق معايا حاجات كتير. حد واثق في نفسه قوي، شاطر، طور من نفسه جامد. بقالنا فترة يعني ما شاء الله ماشيين بترتيب أنا أول مرة أمشي بيه بصراحة والله العظيم. مدرب شاطر جدا، فاهم جدا، خبرة التدريب ما ترجعش لسنين وسنين، لا خالص. في ناس كتير قوي وأبطال وليهم اسم بقالهم سنين وما عندهمش خبرة كافية. بجد بودي أثبت لي ما شاء الله يعني إن هو حد شاطر جدا وفاهم جدا وعلى دراية، مش الموضوع ماشي كده. وصلت لمرحلة المفروض من شهرين، يعني من شهرين وصلت لمرحلة، ويمكن انت متابع معايا، والله العظيم بوصل لها اخر 4 5 ايام من الماتش. فبقول له احنا دلوقتي كده يوم الماتش ابقى عامل ازاي؟ قال لي انت هتبقى واحد تاني، هتبقى لاعب كمال اجسام كما يجب ان يكون. فانا واثق فيه جدا واثق في ربنا طبعا. إن شاء الله المسرح هيشوف حاجة جديدة. وقفت على استجاك كتير في بطولات كتير، بس المرة دي إن شاء الله الموضوع مختلف، والمرة دي الناس هتتفاجئ بإذن الله بالمستوى الجديد. جلال، انا شفت جلال في الماتش بتاع الكويت، دي كانت اخر مره شفت جلال فيها في ماتش الكويت. المستوى اللي كان واصل له جلال، الفرق ما بين الماتش بتاع الكويت ده والماتش المره دي هيبقى عامل ازاي في الوزن والنشافه؟ الموضوع وقف عند جلال، اعتقد انه ممكن يكون جاله تليفون. طيب، عشان على ما جلال يرجع، تعالى نحول السؤال لمبابي. امبابي، انا اخر ماتش شفتك فيه كان الماتش بتاع أحمد الكويت برضو. لا، ماتش انا بالنسبه لي كان ماتش الكويت هو كان اهم بالنسبه لي، لان اعتقد ان الماتش ده كان معاك محترفين مش تقليلا من ماتش كابتن احمد علي واللعيبه اللي كانت مشاركه فيه، بس انا كنت بتكلم على المستوى، انه كان مستوى اعتقد انه احترافي شويه. انت كان ساعتها بينافس معاك حمد الشطي، بينافس معاك اسامي بقالها باع كبير جدا في لعب كمال الاجسام. ايه اللي فرق؟ فرق حاجات كتير. الشكل، العضلات، الميزان، ميزان بيكبر وشكلك ناشف وجماليتك زي ما هي، لان الحمد لله بفضل الله يعني ممكن ناس كتير عارفين بيقول لك امبابي مميز بسيمتريته، لو افور مثلا في حاجات شويه حاجات كده بسيطه دي هتضيع جماليته. الحمد لله مع بودي عملت عضلات بشكل بحجم بجماليه إضافة تمام. غير اللي كان عندي. النقلة ما بين ال 73 كيلو لإن شاء الله 85 كيلو، النقلة دي جت إزاي؟ ما أنا بقول لك معايا حد شاطر، دماغه شغالة، طب جاهز. أنت ما خفتش همبابي، إن أنت دايماً بتبقى عارف إن أنت بتبقى واقف على المسرح 73 كيلو بتبقى جامد وجاهز، فأنت ما خفتش إن أنت هتقف على المسرح المرة دي 85 أو أكتر؟ هو لعب على النقطة ديت، أنت خايف إن ميزانك يعلى ففي جماليات فيك تضيع، يعني وسطك مميز بين هو صغير، فانت خايف ان وسطك يعرض شويه مش عارف، فلا وسطك هيفضل زي ما هو. فوراني ده بعيني
اثناء فتره التجهيز وسطك زي ما هو، عضلاتك بس هي اللي عماله تكرف. فالحمد لله الحمد لله، انا عن المستوى اللي انا وصلت له انا راضي جدا، وان شاء الله باذن الله الماتش هيكون فيه مفاجآت والله باذن الله. حلو حلو حلو. احنا كلنا عايزين نتفرج على الماتش عشان المفاجآت، عشان تبقى فاهم يعني، مش رايحين نتفرج على المعتاد، احنا عايزين نشوف مستويات جديده. جلال، كان سؤالي قبل ما النت يقطع عندك، انا سألتك السؤال الاولاني اللي هو انا شفتك اخر ماتش كان في ماتش الكويت، كنت عامل مستوى جامد جدا ما شاء الله، ايه اللي فرق ما بين الماتش ده وما بين الماتش لا، بتاع اولمبيا سليم؟ ولعبت محترفين لبنان بعده، انا لعبت ما هو مبابي لعب الماتش بتاع كابتن احمد علي اللي هو البطوله اللي كانت مع مقامه في مصر، فانا مش تقليلا من ماتش لبنان النشافة او قصدك تقليلا يعني؟ الماتش ده، لان انتوا الاثنين كنتوا واقفين على نفس المسرح، فاهم قصدي؟ فانا كنت انا عايز اعيد نفس القصه، ان هي ان احنا نقف على نفس مسرح انتوا الاثنين مع بعض تاني، مش ايوه تقليلا من البطولات الاخرى يعني. فاهم. هو انا كده كده الحمد لله مميز بحاجة، ان انا وزني 92 93، بس حجمي اللي بيشوفني بيقول فوق 100 على الستيج، ايوه تمام. فحتى لما لعبت محترفين في لبنان برضو نفس الكلام، كنت انا اكبر حجم. فالموضوع دلوقتي فرق معايا ان انا حجمي كبر، وصلت ل 95، كنت بنزل دايما 92 91، بقيت 95 وناشف اقوى من الاول بكتير. يعني ده اللي فرق معايا، اللي فرق معايا اول بطولة نزلتها ناشف قوي كانت مع كابتن احمد مرداني، كانت في الكويت، كنت ده عامل فيها كونديشن جامد قوي. بعدها ما عملتش الكونديشن ده، كنت دايما بنزل بحجم بس الكونديشن ما كانش قوي كده. انا وصلت دلوقتي لان انا اعمل حجم وكونديشن اعلى من اللي انا كنت عامله، وده يعني جه في فتره قصيره، انا ما كنتش متوقع ان انا اعمل ده كله. في ناس كتير كانت معايا في الجيم ما كانتش متوقعه ان انا هنشف بدري قوي، لان انا مجهز بقالي 3 شهور بس، فتره قصيره مش بقالي فتره طويله، وانا ما كنتش متوقع ان انا هعمل فاهم اللي انا فيه دلوقتي، لان الفتره كانت قصيره. ولا لقيت ان كلمت كابتن جورج وقلت له هنعمل 1 2 3، قال لي مالكش دعوه هنجهز بس. فاللي فرق معايا الحجم والكونديشن، يعني كونديشن كويس، ما خسرتش عضلات بل بالعكس زدت، هنزل حجم اكبر وكونديشن اعلى. بالنسبة لي أنا بعد البطولة اللي حصلت من في كام حاجه يوم، بس عايز اقول لك حاجه، الصورة اللي أنا منزلها بظهري، في ناس قالت لك ده فوتوشوب، أي صورة هتكون فوتوشوب أو ملعوب فيها تعمل زوم، الصورة عمرها ما تكون نازلة بالريزوليشن العالي ده، لأنك الكاميرا احترافية. كابتن جلال، مع احترامي لكلامك اللي انت بتقوله، لو انت منزل فوتوشوب اعتقد ان الماتش كمان يومين ثلاثه، فلو في فوتوشوب او ايا كان، مش ده وقت يعني، مش عايزك تنساق اللي بعد التعليقات دي، ركز في الماتش زي ما مبابي مركز في الماتش، مش لازم ننساق لبعض التعليقات اللي مش لطيفه. حتى لو ظهرك فوتوشوب كمان يومين ثلاثه، اعتقد ان مش هيبقى في فوتوشوب بالعين المجرده على المسرح يعني، فما تنساقش الكلام ده، خلي الناس بل بالعكس التعليقات اللي من النوع ده بتزود التفاعل بتاع الصوره، وبتخلي ان الناس تشوفها في ريتش اكتر، او يعني في نطاق اوسع، فما تشغلش بالك بالكلام ده. خليني ارجع بس لموضوع الحجم اللي انت بتعلق عليه، عشان انا كنت زيك كده، دايما كنت اقول ان اللاعب لازم يبقى ضخم وكبير وفولر، وهي دي السمات اللي احنا اتعودنا عليها مع دوريان ييتس، وتعودنا معاها مع روني كولمان، وبعدين فجأة المفاجأة الكبرى اللي حصلت من يومين، ان شون كالاريدا كسب ديريك، اسف، كسب ريجن، وكسب كان مين يا ربي واقف معانا، هو كان ريجن وحد تاني بقى انا مش متذكر، بس المهم ان لاعب شون ها؟ البرازيلي اللي عامل شعر ده، لا 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 ده لا، التاني التالت التالت انا انا ما اعرفوش، نسيت اسمه، ما ما علينا. علينا ما علينا ما علينا، انا هجمع بعدين. انه شون كالاريدا يكسب
هو وزن المفتوح بص وهو بيلعب من اقول 12، ما لك كانش بيلعب حاجه، وزن مفتوح، فالموضوع ده كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لي. هو ما كسبش على فكره، هو ما كسبش ريجن ده من رايي، هو كسب عشان اسمه، كسب عشان الشو بتاعه. شون ما كانش يكسبه صراحه، اللي انا شايفه ان هو ما كانش يكسبه، لانه اولا احنا شايفين صور على الحقيقه هو قليل جدا جنبه. تاني حاجه ريجن مش اللي هو اقول لك كان نازل معبي، لا هو حجمه كبير وناشف، يعني مش هقول لك هو حجمه كبير بس انه، لا هو حجمه كبير وناشف، بس ريان ما لسه موضوع ما جاش، لسه ما عملش اسم قوي عشان يخش مع شون. هما شايفين، وانت في الاول وفي الاخر الموضوع بيبقى بيزنس بالنسبه للماتشات اللي زي دي، شايفين ان شون هو اللي على الساحه وهو اللي اسمه عالي، فما ينفعش ياخد تاني حتى. بس انا هقول لك برضو من ضمن التوضيحات، ودي اجتهادات شخصيه مني مش اكتر، بس بالنسبه لريجن، ريجن يعني كان في مستر اولمبيا السنه دي في الوزن المفتوح حلو جميل وكل حاجه، بس بعيد عن اللاين اب، يعني لا بعيد عن هو اللاين اب. نزل في لو بص الصور لأولمبيا وهو على الستيج، وبص الصور وهو مع أنشف، نزل مع شون أنشف ايوه أصلا. هي حتى مش مساله انشف، بس هو مساله ان هو كان برضو في اللاين بعيد، هو كان ناشف في أنا اولمبيا عارف برضو، هو كده بس كده هو مع بعيد. الناس الأحجام الكبيرة ايوه إيه، بالظبط أنا بالظبط. بتكلم لكن على لما تيجي شون هو تقارنه، لما وشون تيجي يعني المقارنه ما بينه وما بين شان كالاري ده، فتلاقي المقارنه هنا ريجن يبتدي نجم ويسطع شويه. بس تعال نرجع سريعا كده، كابتن امبابي، ايه تعليقك على موضوع الحجم؟ يعني ان جلال بيقول ان هو جاي بحجم اكبر، انت ايه رأيك في الكلام ده؟ ديكستر جاكسون عمر ما كان حجمه كبير، لي بريست عمر ما كان حجمه كبير، الأبطال دول سابوا علامة في كمال أجسام وهم حجمهم صغير. سيمتري كمال أجسام هو اللي بيتكلم. لي بريست طول عمره بيكسب بماركوس راؤول وبول دوني، بيكسب الأسامي الكبيرة ديت. شون راي نفس الكلام. فبإذن الله هوريكم شون راي على صغير كده في التون طول اللي جاية، وبإذن الله خلي الأحجام في حتة لوحدها كده والسيمتريات في حتة لوحدها. بس يعني انت مش شايف من وجهة نظرك ان الجمهور هيجي يستمتع بالحجم ولا بالسيمتري اكتر؟ جمهور بقى يستمتع بكمال أجسام، بقى عندهم علم شوية عن كمال أجسام. جمهور يستمتع بالحجم والنشافة، كمال بالحجم والنشاف. مش هيستمتع بحجم بس. طيب حجم والنشاف، صح. موجود بقى حجم ونشافة وسيمتري. ما انت عندك رامي اكبر حجم على ستيج اولمبيا بس طالع ناشف، تمام، لما ده تكون كبير وناشف غير لما تكون صغير وناشف. دي بس حقيقة. ايوه لما كان رامي طبعا اخويا الكبير وقدوتنا 136 كيلو، وكان فيل هيث 112 كيلو في التوب فورم بتاعه، محدش كان بيقف جنب فيل هيث، محدش كان بيعدي الخط بتاع فيل هيث، كان فيل هيث خط احمر، فعمرها ما كانت بالحجم. رامي قعد 10 سنين يكافح لحد ما فيل هيث بس حصل له مشكلة، طيب بس جلال، مش بس بالحجم. جلال رامي لو جلال هترجع للأول، رامي كان دايما معتمد على الحجم وما كانش معتمد على الكونديشن، كان حجم بس، انما حاول لما يرجع اعتمد على الاثنين يدرب حجم اللي وكونديشن فاهم جسمه بس. كسب. لا ها لا لا، يحاول ينشف. رجع فيل هيث كده 2017 2016 2015، معلش على الستيج دلوقتي بنفس رونق 2015 و16 و17، محدش يقف جنب فيل هيث، محدش هيكسبه، رغم ان حجمه صغير وميزانه صغير، بس كان اقوى واحد في اولمبيا مش بالحجم. ايه رايك يعني هو انا شايف ان انت بتتكلم على فيل هيس، بس فيل هيس يعني حجمه مش صغير برضه، فيل هيس حجمه كبير، كبير. كبير ايوه في كبير، وسط فاهم اللعيبه، فاهم. في وسط اللعيبه كبير. احنا بنتكلم على شون وريجن، شفتهم كانوا لا عاملين لا ازاي؟ بص، مالناش دعوه بشون وريجن، ايا كان ده ده سيمتري اسد وكان ظاهر جدا ملهاش علاقه بالسيمتري، هو شون سيمتري، لا لا لا، هو كسب اللعبه كسب دي ما جابتش حد سيمتري في المفتوح شكله غير افضل. فيل هيس في ال 2 1 2 فيليكس لويس، بس دول السيمتري، تمام انما ما فيش حد سيمتري دلوقتي. مين سيمتري؟ شون مش سيمتري وبيكسب عادي. لا لا، في ال
شو انا عارف استنى امبابي، امبابي بعد اذن استنى بس، سيب جلال يعرض فكرته عشان لما احنا الاثنين بنتكلم الناس ما بتسمعش الصوت واضح. ايوه، الموضوع مش بالسيمتري يعني، الموضوع دلوقتي انت عامل حجم وكونديشن هتكسب، انما عامل حجم بس مش هتكسب، عامل كونديشن وقليل واللي جنبك كونديشن وحجم هو اللي هيكسب، انما انت قليل وعامل كونديشن مش هتكسب، ما انت ما فيش حجم هتروح تقف جنبهم ازاي؟ بس ده اللي بقى دلوقتي، انما سيمتري ما فيش حد دلوقتي. عشان كده هو انت هو جلال شون، انت من رأيك شون عنده جمالية؟ شون سيمتري؟ شون كلاريدا، انا بالنسبه لي يعني تحفظ، ده رايي الشخصي لا يمت للواقع بصله، انا رايي الشخصي، بس انا شايف دايما من وجهه نظري ان كمال عبد السلام هو اللي كان يبقى الاول. انا دي وجهه ما نظري انا انا. عارف، بس لا انا بتكلم على السيمترية، هو شون سيمتري؟ لا طبعا هو كمال السيمتري. بس يعني الموضوع مش في السيمتري، الموضوع ان انت عملت عضلات ونشفتها بس. تمام. كابتن امبابي، تعليقك على الكلام. لا مش صح، لان الحمد عندك لله روني عمل كولمان ثواني جلال، سيمتري بعد اذنك يا 2 جلال، 1 بعد 2 اذنك. 2 1 2 من 2017 لما لعبت بطولة الفجيرة، صح؟ حد عارف انا كنت في الفجيرة كام كيلو؟ كنت 72 كيلو لو افتكر. 2 كيلو، ولعبت ما اللي مع جنبك ما كانش ناشف يا ابني، ما انا بقول، انا قلت دلوقتي كلمتين. اسمه ايه الايراني 95، كان اسمه ايه، خليل اسدي، ومع التقيل بتاع مرجان اسد كان 136 كيلو، وكسبتهم. طيب اهو، وافضل ما هو اقول رمزي، انا جلال ماسك امبابي ورمزي مش سيمتري. ان احجام جنبي اقل واحد قريب مني 10 كيلو زياده، طيب كلهم كانوا السؤال، كونديشن السؤال شفان وكل هو حاجه. رمزي ولا سيمتري ولا كان بيعرف يعرض وكسبك؟ تمام، رمزي سيمتري. كده ثواني، انا سؤال سؤال ربنا، سؤال 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 وكل بعد حد اذنك له ظروف، ودي حاجه انا كنت امبابي، طبع غرز وبلعب الماتش عادي، ايه المشكله؟ امبابي 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 ثواني. السؤال اللي ممكن يبقى اسهل شويه، انا عاجبني روح الحديه، عجباني يعني، والناس اكيد مستمتعه، وطبعا جلال ومبابي الاثنين اخوات، يعني احنا كلنا بنتبسط اللايف ده عشان نتبسط مش عشان اي حاجه تانيه خالص. لا طالع حد بيقول ان جلال احلى ولا مبابي احلى ولا اي حاجه، احنا بنتكلم دلوقتي يا باشا اقول لك حاجه بنعمل واحده بس، طب اقول لك حاجه واحده اتفضل. بس، ورداني يعتبر هو السيمتري التو ان تو في مصر وفي الدول العربيه عندنا، ليه خد انا لسه، 15؟ انا اصلا كنت شايل، انا كنت شايل ليه؟ ورداني ايوه، للنقاش. ليه السيمتريه بتاعته ما كسبتهوش مع انه كان عامل كونديشن بس اللي هو مش قوي، ليه الكونديشن بتاعه حتى ما دخلوش وسط العشر؟ السيمتريه بتاعته تمام، واضح. لان هو طب مش ناشف. عشان في حد السؤال، ثواني يا فندم، ثواني يا فندم بعد اذنك، السؤال لكابتن جلال، والسؤال هيبقى نفسه لكابتن امبابي لو سمحت يا كابتن جلال. من السبع اوضاع في كمال الاجسام، انهي وضع تكسب فيه امبابي؟ انا ايوه السبعة اختار لي وضع، انا بس محتاج وضع واحد. لا والله بتكلم بجد، السبعة اوكي، ما اختلفتش، بس الوضع اللي هيبقى مميز اللي هو ما حدش يختلف عليه. هو انا كده كده الحمد لله ظهري بأمنياتي، مفيش حد في مصر والوطن العربي عنده نفس تكتيل العضلات زي وبالنسبة لخالد الوضع. ثواني يا امبابي، ثواني يا امبابي بعد اذنك، الوضع وضع واحد بعد اذنك الظهر اللي هو لات وضع سبريد واحد ولا دبل باي ولا دبل باي باك دبل دبل باي باي دبل باي. امبابي، السؤال ليك يا امبابي على الوضع يا امبابي، ما تطرقش الكلام. وانا نفس الوضع معايا في التحدي. طب بس انت من وجهة نظرك الوضع اللي جلال ما يقدرش يكسبك فيه. هو السبع اوضاع والله دي حقيقه مش كلام، اوكي، ما اختلفناش انا ما بقول لك اه اختلفناش. خلاص، هو اختار الظهر فانا معاه في الظهر. لا انا مش عايز، انا مش عايزك تقول اللي هو قاله، انا عايزك انت من وجهة نظرك الوضع اللي هو انت مميز بيه ما حدش يقدر يجي جنبك فيه. سايد شيست. سايد تشيست.
طيب احنا الجمهور دلوقتي لما احنا هنبقى بنتفرج على الماتش، الجمهور اللي هيبقى حاضر اولمبيا في ارض الواقع باذن الله في موفنبيك 6 اكتوبر، هيبقى عندنا دايما البصه او النظره بتاعه الباك دبل بايسبس، او لما جلال ومبابي يبقوا واقفين على المسرح هنبص للباك دبل بايسبس مين الكسبان في الوضع، وهنبص على بقول السايد لك شيست. ايه، اتفضل. انه عايزك تقول لهم ان جلال اول ويحاولوا يعملوا مركز لمبابي اول مقرر. حلو حلو. امبابي انت بالنسبه لك اول مقرر مش جديد عليك ولا ايه؟ اه ما طبعا انا بقول لك عشان خدها قبل كده طبعا كتير. في الاوفر هول وكارت صح ادعنا اول صح مقرر عشان ليه؟ المدرب بتاع كويتي. اول مره اوفر هول يطلع فيه اول وتاني، واللي لسه خسران من 5 دقايق ياخد كارت احتراف بعدها ب5 دقايق. سحر. احنا بص لا ساحر ولا شعوذه، بس لا ما ايه احنا ليه نسمع. ليه؟ طب استنى استنى، لا 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 انا ما احبش ما خلاص قلت احبش ما احبش الغلط في حد. طب ليه لا قبلت لا لا، احنا ما ليه غلطناش قبلت جلال بالكارت؟ جلال ما احنا جلال جلال احنا ما غلطناش. امبابي بس بيقول لمجرد ان المدرب كويتي، يعني هو ده هنا ما فيش غلط عشان بس ما حدش ياخد الكلام ويحرفه. لما انت مش عاجبك الكارت ليه قبلت بيه وخدته؟ وليه يا سجدت على الارض؟ بتاعي اصلا من 2017 وهو كان قايل لي تعالى العب البطوله، اللي يعمل اول في ميزانه هياخد الكارت بتاعه. ليه قبلت بيه طالما انت عارف ان هو، اول خد الكارت بتاعه، طالما انت بدايه عارف ان هو مش اول خد الكارت عاجبك ومش بتاعه، لما هينفع تاخده؟ الاول ما خدتش الكارت بتاعي. صح يا هاني؟ الصوت عندي فجأة راح. طب سامعني كده؟ لا انا انتوا تمام، بس التليفون السماعة بتاعته قلبت من السبيكر لسماعة الودن. لو مش عارف. بس الصوت رجع الحمد لله. تمام. سامع كده؟ كويس الحمد لله. طيب بالنسبه بس للكلام اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، تعالى نوقفه، مش هيفيدنا بحاجه، دي حاجات في الماضي، احنا بنتكلم في الحاضر دلوقتي. الجزء اللي جاي لاولمبيا بقى عندنا وضعين، الجمهور هيبقى متابعهم جامد قوي. في نفس الوقت لما هي لما هو المفروض اللي حتى وقتنا هذا المفروض ان انا اللي هذيع الماتش، لما هقول بوز داون الفايت هتبقى ما بين مين ومين؟ هل هتبقى امبابي وجلال، ولا والله ورداني هيخش في النص بقى في الكلام ده ورداني هيفرض سيطرته؟ والله انا بالنسبة ليا لو مين جه، حتى بالنسبة ورداني حتى للمستوى اللي ورداني انا فيه بإذن الله، بإذن الله ورب تكمل على خير. لو بإذن مين الله. جه، انا أمنية حياتي شون يجي، لان هم قالوا سمعت انه جاي، أمنية حياتي إن هو يجي. يعني معنى إن أنا أكسب شون هنا يبقى أنا ضمنت مكسب في أولمبيا. ده كلام في حد ذاته قوي جدا. امبابي بوز داون، المنافسه الشرسه هتبقى ما بينك وما بين جلال، ولا ورداني هيبقى ليه كلام تاني، ولا لو شون كلاريدا فعلا وصل مصر وشارك في الماتش، الفايت هنا مع مين؟ مش مع حد، منافستي مش مع حد والله. ما هو لا، ما هي البوز داون لازم هتختار لاعب وتبتدي تنافس معاه عشان تقنع الجمهور والحكام، هي ده البوز داون، يعني الفكره لما كله هو اولمبيا اللي جاي هو شانكل ريدا، فانا عايز اولمبيا امريكا مش عايز هنا، فانا اكيد شانكل ريدا. توقعات جلال للماتش سريعا. انا كده خلاص اعتقد المناظره دي لطيفة لحد وقتنا هذا، جاهزين للماتش، الناس هتبقى قاعدة مستمتعة. جلال توقعاتك للماتش ايه؟ جلال أول إن شاء الله. انا لما بخلع قدام المراية وبشوف نفسي وبراجع الاسامي اللي نازلة معايا والاسامي اللي انا لسه معرفش هي مين، مش شايف حد،
انا عاجبني الثقه دي، عجباني الثقه دي جدا. امبابي، نفس السؤال يا امبابي لو سمحت. ما بعرفش اتكلم، امبابي اول، امبابي الرد اول، هيبقى على المسرح طبعا امبابي اول. طبعا. طيب السؤال الاصعب ليكم انتوا الاثنين، وهختم بده، ده اخر سؤال وهختم بيه خلاص. السؤال الاصعب لجلال الاول. جلال فاز باولمبيا المحترفين او كي او برو المحترفين، راح على 22 في لاس فيجاس، لان الماتش باذن الله هيرجع للاس فيجاس تاني. رحت لاس فيجاس، توقعاتك لل 212 وانت واقف في وسطهم هتبقى عامل ازاي؟ ترتيبك. انا باذن الله مش هطلع من وسط الثلاثه، مش هقول لك اول وابقى مغرور عشان الناس ما تقولش مغرور، بس انا هجتهد بقدر ما يمكن، ثانية مبابي بعد اذنك. هجتهد بقدر ما يمكن ان انا اكون في التوب 3، وده يبقى بالنسبه لي انجاز كبير قوي. ده طبعا انت بالنسبه لي انت لو توب 10، وده مش تقليلا، زي ما كابتن شعبان في الماتش السنه دي جاب لنا توب 10، انا بالنسبه لي ده انجاز كبير جدا، عشان تبقى فاهم يعني ده حاجه كبيره جدا ان انت تبقى احسن عاشر لاعب على مستوى العالم. فانت لو دخلت برضه من احسن عاشر لاعب على مستوى العالم، دي برضه ليها قدر كبير جدا. بس طبعا طموحك ان انت تاخد اولمبيا، وده من حقك. امبابي، كسبت ماتش مصر كي او برو وطالع على لاس فيجاس واخد شنطتك، هتعمل ايه في الترتيب هناك؟ ما والله يعني فعلا ما بحبش الكلام، بس انا دايما الحمد لله معروف عني ان كلامي افعال، بيبقى وقتها، ووقتها هتلاقي حاجات كتير حلوه متغيره، عشان ما بعرفش اتكلم، ما بعرفش قدام المرايه. الترتيب يا مبابي، الترتيب يا مبابي. اول أول، وشايف اقل من ديريك. ما هو بيني وبينك بصراحة، انا أنتوا الاثنين، دلوقتي أنتوا الاثنين لو نفذتوا هنا ووقفتوا جنب شان كلاريدا، لو هو فعلا اشترك في الماتش والمنافسة كانت شرسة بمعنى أصح، قوية جدا وقريبة، وحد فيكم كسب أو عمل مركز تاني وراه، الله اعلم بالنتائج، انا ما عنديش خلفيه. اعتقد ان هيبقى الفايت كبير جدا في الماتش بتاع فيجاس، يعني مش هتبقى حاجه سهله. طيب انا مش عايز اطول عليكم عشان كل واحد فيكم تعبان. جلال خلاص جايب اخره، امبابي جايب اخره. انا مبسوط جدا بضرب النار اللي كان حاصل ده، يعني انا عن نفسي مبسوط بيه قوي. حاجه بنوريها للشباب ان مش عشان احنا هنلعب ماتش او بنتنافس يبقى في أفضل ما بيننا حيوية او حاجه. جلال ومبابي اخوات وبيحبوا بعض كتير على فكره، منتهى الكوميديا والهزار ما بين الاثنين طول الوقت. وهتشوفوا ده على المسرح كمان، هتبقوا مبسوطين بقد ايه ماتش قوي ما بين الاثنين. قول لي يا جلال، عايز تقول ايه سريعا؟ كلمتين بس. اول حاجه للناس اللي عماله تكتب شنكر ريدا وبتاع ويكسبهم، كل الكلام اللي انتوا بتقولوه ده تهيسه في الفاضي، يعني معنى انت عربي، يعني انت عربي، مش هقول لك مصري، لا انت عربي، يعني معنى ان اقول اللي انا اكسب حتى لو انت شايفني ان انا مش هكسب، اديني الثقه في نفسي. انما شنكر ريدا وشن مش عارف ايه وشن ايه، انت وهو، المهم ما علينا. جلال تصحيحا بس، عشان بس برضه افسر لك وجهة نظر الجمهور مش اكتر. والله هي فعلا، بس احنا عندنا عقدة الخواجة دي، واحد اتنين، هما بيتكلموا كمال اجسام بحت. اوكي، فهو كمال اجسام بحت، اسمعني بس للاخر بعد اذنك، بعد لا لا، اذنك. كل اللي انا شايفه دوت مش بيتكلموا كمال اجسام، فيهم ناس كتير ملهاش علاقة بكمال اجسام، وداخلة بس اللي هو انتوا شايفين نفسكم انتوا مغرورين، انتوا مش عارف ايه. لا، احنا ابطال، وكتير منكم مش عارفين يعمل اللي احنا بنعمله بفضل الله. ولما صح، نقع البطولات دي ونبقى حاطين نفسنا في المكانة دي، لان احنا مش اقل من حد، وشايفين وعارفين ان احنا مش اقل من حد، فاحنا فعلا كده. لكن هم رد عشان يا جلال. هم قليلين، كل واحد في الناس اللي بيقول لك انت بره انت جوه انت مش هتعرف رامي، تكسب، هم شايفين نفسهم قليلين عشان ما رامي يعرفوش. قبل ما يكسب أول أولمبيا أول سنة، كان بقاله أكتر من 5 سنين ولا 4 سنين الناس عمالة تكتب له عمرك ما هتكسب، ومش كده، مصريين وعرب، ايوه، عمرك وعمرك، وفين دلوقتي هيحط عليك، ومش عارف مين هيحط عليك ومين هيحط عليك، أهو كسب. دلوقتي طيب انا هقول لك على حاجه. تعالى نستخدم الكلام ده كوقود يقدمنا لقدام بس، مش اكتر، ان هو بيقول لك مش هتعمل حاجه. ده المشكلة في حد نفس الناس اللي كانت بتقول له هي مش اللي هتكسب، بتسأل، هي اللي نفس بتسأل. الناس اللي بتقول له يا فخر العرب،
نفوس نفوس مريضة والله. معلش معلش معلش. اوكي انا بشكركم شكرا جزيلا على اللايف الممتع ده، وهنسجله للناس، هنخليه موجود عشان الناس تتفرج عليه. وجلال بنتمنى لك كل الخير والتوفيق ان شاء الله في كي او برو. امبابي بنتمنى لك كل الخير والتوفيق في كي او برو، وعايزين نشوف الروح وانا جلال الملائمة. يا حب وربنا بحبك حبيبي يا بومب. فانفخك. رد عليه يا جلال، رد عليه. والله مش هرد عليه غير بكلمة واحدة بس، أنا ايوه عاوزك بجد يا مبابي، عاوزك بجد بجد والله، وكان بجد مش بهزر، عاوزك بجد تشد جامد جدا، لأن الماتش هيبقى صعب. يعني على الأقل على الأقل حافظ على المركز التاني. يا يلا عم حافظ بس على حلو 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 كويس. شكرا، انا بشكركم شكرا جزيلا. وقد ايه كنت مبسوط ان انا مع قناتين كبار جدا جوه الوطن العربي، وباذن الله هنفتخر بيهم عالميا. كان معايا كابتن جلال، وكان معايا كابتن امبابي، وان شاء الله خلال ايام بالظبط يوم 31 هتتفرجوا على الاسمين دول قد ايه مكسرين الدنيا على مسرح كي او برو في 6 اكتوبر ان شاء الله. الماتش المحترفين اللي هيدغدغ العالم، ومصر جابت أولمبيا محترفين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.